درجات حرارة منخفضة وضجيج عال ومطبات هوائية تصيبك بالغثيان وخطر محدق. مهلاً، أود المشاركة. كلا، كان كل ذلك مظهراً من مظاهر الرفاهية لا يقوى على تحمل تكلفتها سوى الأثرياء. كلا، لا أقصد التخييم الفاخر، بل أتحدث عن السفر الجوي. بات الصعود على متن طائرة للذهاب إلى مكان ما في وقتنا الحاضر أمراً بسيطاً جداً مثل ركوب القطار أو سيارة الأجرة، ولكن منذ قرن من الآن كان الأمر أكثر تعقيداً بكثير. إن نظرت إلى صور من طائرة ركاب في الثلاثينات فنادراً ما تجدهم بدون سترات أو معاطفهم. لم يكن ذلك من أجل الموضة، بل لأن الجو بارد جداً بالداخل، بما أنه من النادر جداً توفر مقصورات التسخين في ذلك الوقت. كان هناك بضع أشياء لا يمكنك إصلاحها عبر ارتداء طبقة إضافية من الملابس. هل تتذكر أكياس التقيؤ تلك التي لا تزال موجودة في معظم الطائرات؟ على الرغم من أنه من الصعب جداً أن يحتاج إليها أي شخص في وقتنا الحاضر، لقد ظهرت هذه الأغراض في زمن كان يعتبر عدم التقيؤ أثناء الرحلة تحدياً حقيقياً. ما هو المقعد الذي تفضله؟ في قسم التقيؤ أو في قسم عدم التقيؤ؟ التقيؤ من فضلك، لقد تناولت الغداء للتو. جيد جداً. السفر على ارتفاع شاهق مثل تسلق الجبال يمكن أن يستهدف بعض المشكلات الصحية المختلفة. فالضغط المنخفض في ارتفاعات شاهقة يصعب على الجسم امتصاص الأكسجين بسهولة، لذا شعر المسافرون في السابق بضيق التنفس ووجدوا صعوبة في التقاط أنفاسهم أثناء الطيران. في وقتنا الحالي ترفع جميع الطائرات الضغط الهوائي بالداخل. بعبارة أخرى، أصبحت مليئة اليوم بالهواء المضغوط الذي يوفر جواً أكثر راحة شبيهاً بالجو الذي قد تشعر به على ارتفاع 2400 متر. ولكن لم تظهر أول طائرات جارية بنظام الضغط المرتفع سوى في سنة 1938. لا عجب أنه قبل ذلك لم يكن لدى المسافرين أي خيار سوى استعمال الأكياس الورقية أو أوعية خاصة توضع تحت مقاعدهم مباشرة. جانب سلبي آخر لعدم الحصول على الضغط الهوائي المناسب على متن الطائرة، المطبات الهوائية. بدون نظام الضغط لن يتمكن الطيارون من الارتفاع في الهواء لأكثر من 4500 متر من على سطح الأرض. مجدداً، حتى التحليق في هذا الارتفاع بذاته كان أمراً صعباً بما يكفي، وكان يعني ذلك أن الطائرات مضطرة للتحليق عبر الرياح والمطر مباشرة بدلاً من الطيران فوق الغيوم كما تفعل اليوم، وتهوي أحياناً إلى الأسفل لمئات الأمتار في غضون ثوانٍ. كانت هذه الرحلة الوعرة والمزعجة صاخبة جداً أيضاً. في الثلاثينات كان لدى العديد من الطائرات مواداً عازلة للصوت، إما ضعيفة أو غير موجودة على الإطلاق، لذا اضطر المسافرون على متن الطائرات للتعامل مع صوت الرياح العاتية وزمجرة المحركات المزعجة. على سبيل المثال، بلغ دوي الطائرة الشهيرة تين جوز أو فورد تراي موتور أثناء الإقلاع حوالي 120 ديسيبل. لمعلوماتك فقط، يعتبر صوتها أقوى من حفل موسيقي للروك. كانت درجة الصوت في الحقيقة مضرة جداً بسمع الناس، ولكن هذا لا يعني أن المسافرين الفقراء فقط كان عليهم تحمل مشقة الطيران. كانت مضيفات الطيران تعطي المسافرين كرات قطنية صغيرة للتخفيف من الأصوات والجلبة، كما كان لديهم مكبرات صوت لإصدار الإعلانات، لأن استخدام صوتك العادي في مثل هذه الظروف لم يكن من الواضح الخيار الأنسب. قد تقول، لا أعتقد أن الأمر بهذا السوء بما أن الرحلة لن تستغرق سوى بضع ساعات، أليس كذلك؟ لا أود تخييب أملك، ولكن في الماضي كانت الطائرة بطيئة أكثر من طائراتنا الحديثة. خلال الثلاثينات تستغرق رحلة جوية واحدة من نيويورك إلى لوس أنجلوس حوالي 25 ساعة. لن تستغرق الرحلة نفسها في الوقت الحالي سوى 6 ساعات، وبطبيعة الحال لم تكن تجربة الطيران لا تتخللها أي محطات توقف. للذهاب من نقطة إلى أخرى اضطر الطيارون إلى المرور بالعشرات من محطات التوقف إلى جانب تزويد الطائرة بالوقود بضع مرات. كان على المسافرين تغيير الطائرات وشركات الطيران حتى للوصول إلى وجهتهم النهائية. أعتقد أنني أفهم اليوم من أين جاءت مقولة إن كان لديك وقت إضافي اختر السفر الجوي. إحدى الطرق التي تمكنت خلالها الطائرات من التغلب على أي وسيلة من وسائل النقل هي الجولات باستراحات طويلة.
لعبور المحيط والسفر إلى قارة أخرى، يجدر المرور بالعديد من محطات التوقف، ويمكن أن يستغرق المسار بشكل عام حوالي أسبوع ونصف، ولكن لا يعتبر شيئاً مقارنة بالرحلات الطويلة على متن سفينة قد تستغرق شهراً كاملاً. من الجانب الإيجابي، أو بالأحرى الجانب المشرق، أتاحت الرحلات الطويلة التي تتخللها العديد من محطات التوقف للمسافرين زيارة المزيد من المدن الجميلة ورؤية العالم بشكل أفضل، ولكن بشرط واحد، إن كانوا قادرين على تحمل تكلفة التذكرة. في الثلاثينات كان السفر الجوي لا يزال تقنية جديدة ومكلفة، والتي لم تصبح من الخدمات التجارية سوى مؤخراً. قد لا تعرف ذلك، ولكن أول شركات الطيران بما في ذلك بان أم لم يتم تأسيسها لنقل الناس، ولكن لحمل البريد الذي يشكل معظم أرباحها. قد يبدو الأمر غريباً من منظور اليوم، لكنه منطقي جداً في ذلك الوقت. إن كان على الطائرات البدائية الاختيار بين حمل العديد من الرسائل على متنها أو واحد أو اثنين فقط من المسافرين، كان اختيارها واضحاً، خاصة بما أن البطاقات البريدية والطرود لا تتطلب أي وسائل ترفيهية على خلاف الناس. ولكن عندما بدأت الشركات أخيراً في نقل الرجال والنساء عبر الجو، أصبحت خدمة مكلفة للغاية. تخيل فقط أنه في سنة 1938 عليك أن تدفع 243 دولار مقابل رحلة وعرة لمدة أسبوع من لندن إلى بريسبن في أستراليا. هذا ما يساوي حوالي 17,000 دولار في زمننا هذا. لم تكن المسارات الداخلية أرخص بكثير. تكلف رحلة من ساحل إلى آخر في الولايات المتحدة حوالي 4,000 دولار بسعرنا اليوم. لمعلوماتك فقط، يمكنك إضافة المزيد من المال بمرة أو مرتين واقتناء سيارة جديدة بالكامل. لن نبالغ إن قلنا إن الطائرة كانت تعاني من العديد من العيوب والجوانب السلبية في السابق، ولكن أطلق على العشرينات وخاصة الثلاثينات لقب العصر الذهبي للطيران لسبب وجيه. ففي النهاية هذا العصر الذي تعلم فيه العديد من الناس ما هو الطيران في المقام الأول. بطبيعة الحال كانوا يدفعون أموالاً طائلة، ولكن حظوا في المقابل بتجربة مدهشة لا تنسى. بما أن معظم زبائن الخطوط الجوية كانوا من الأثرياء بما في ذلك نجوم السينما والسياسيين، فمن الناحية التقنية لم يكن هناك سوى فئة واحدة من الركاب لفترة من الزمن، الفئة التي نعتبرها اليوم الدرجة الأولى. كان لديهم مقاعد كبيرة ومريحة، ويمكن للركاب النظر عبر النوافذ التي تشبه إلى حد ما نوافذ القطارات، وليست مجرد نوافذ صغيرة طائراتنا اليوم. تخيل السفر على متن سفينة طائرة. هذه الآلات الضخمة يمكنها الطيران مثل الطائرات، ولكن يمكنها أيضاً الهبوط في مياه البحر. كان هذا الأمر مفيداً بشكل خاص في الرحلات الطويلة عبر المحيط الأطلسي. أكثر مثال واضح لطائرة بحرية في الثلاثينات هي بان أمز كلابر. في الأساس كانت فندقاً طائراً بخمس نجوم مع مقصورات واسعة وغرف طعام وصالات فخمة. يتناول المسافرون الطعام على موائد حقيقية، بينما يقدم طعامهم في أطباق خزفية فاخرة. من الصعب تخيل ذلك، ولكن تملك هذه السفن حمامات منفصلة للنساء والرجال، وحتى أسرة بطابقين للنوم. من المرجح أن هذا العصر سمي بالعصر الذهبي للطيران، ليس بسبب خدماته الممتازة فحسب، بل أيضاً بفضل مختلف التحسينات التي أدرجت في مجال الطيران في تلك الحقبة من الزمن. حتى ذلك الحين صنعت معظم الطائرات من القماش والخشب، أما في الثلاثينات فتم استبدال هذه المواد بالمواد المعدنية، مما جعلها أقوى وأقل عرضة للعوامل الجوية. كما أصبحت أسرع من أي وقت مضى، كان معدل سرعة رحلات الطيران في العشرينات لا يتجاوز 160 كيلومتر في الساعة، إلا أنه بعد عقد من الزمن أصبح بمقدورهم الطيران بسرعة 320 كيلومتر في الساعة. في ذلك الحين لم تكن الرحلة في حد ذاتها مختلفة، ولكن الإجراءات التي تسبق الإقلاع أيضاً. ربما لم يكن هناك الكثير من الإجراءات الأمنية كما هو الحال اليوم، ولكن كانت المطارات تتمتع بامتيازات أخرى. فمثلاً اقتضت عدد منها أن يقوم المسافرون بوزن أمتعتهم وأنفسهم أمام المسافرين الآخرين، ناهيك عن أنه مع وجود عدد أقل من الناس الذين يسافرون عبر الجو، لم يكن هناك حاجة للقدوم إلى المطار قبل ساعات من المغادرة. شكلت حركة المرور الخفيفة عاملاً مساهماً آخر،
كانت عملية تسجيل الحضور سريعة، يتفحصون تذكرتك وجواز سفرك بسرعة، وبعد 10 دقائق فقط ستجد نفسك في الطائرة تتجهز للإقلاع. هيا له من زمن جميل. حسناً، إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم فاضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء. وإليك المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة والممتعة. للمشاهدة اضغط على اليمين أو اليسار، ولا تنسى البقاء على الجانب المشرق من الحياة.